أهلا بكم في الصالون السياسي، والذي سنناقش فيه مسار اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها برعاية بعثة الأمم المتحدة الخاصة بسوريا. ونتساءل عما إذا كانت المشكلة في سوريا هي مشكلة دستور أم نظام يحكم البلاد بالأوامر العرفية وليس وفق القانون والدستور. هل من فائدة في الخلاف على الدستور في دولة يحكمها نظام بوليسي ويضرب عرض الحائط بكل التشريعات؟ نتحدث هنا عن النظام السوري، والذي سارع بعد عام من الثورة إلى إعلان دستور جديد للبلاد يحدد فترتين رئاسيتين للرئيس المنتخب وتعديلات ثانوية أخرى يختلف فيها عن سابقه، وذلك لذر الرماد في عيون الثائرين. ديمستورا ناقش خلال جولات المفاوضات مع النظام والمعارضة شكل الدستور الجديد، ولم تفضي تلك النقاشات إلى نتيجة حوله. عقب التدخل الروسي المباشر في سوريا وبروزها كدولة محورية في الملف، ركزت في سياستها خلال المفاوضات على موضوعه حتى اتضحت الملامح في مؤتمر سوتشي الأخير، والذي تمخض عنه تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الدستور النهائي لسوريا المقبلة. أزمة حول موضوع الدستور تطفو على السطح بين المعارضة والنظام، والخلاف بين دستور جديد أم تعديلات دستورية. التعديلات تصب في مصلحة الأسد، والذي يحق له دستوريا الترشح لسبع سنوات عجاف أخرى، وهذا ما تسعى المعارضة بدورها إلى نفيه، إضافة إلى بنود أخرى تتعلق بطبيعة النظام الذي سيحكم البلاد وشكله. روسيا بدورها تحدثت عن إصلاحات دستورية واسعة، ولكن مهما اتسعت ستبقى ترجح كفة ميزان النظام، والذي يشكل في لجنة الدستور أغلبية بعد إرساله قائمة بأسماء 50 من ممثليه في هذه اللجنة. ويبقى التساؤل عن إمكانية تطبيق أي دستور اتفق عليه المجتمعون في هذه اللجنة، وعما إذا كانت المشكلة في سوريا هي مشكلة دستور أم مشكلة نظام يحكم البلاد وفق الأحكام العرفية والأوامر العسكرية وليس وفق الدستور والقانون. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. معي هنا في الاستوديو القاضي رياض علي، ومن بيروت عضو منصة موسكو في هيئة التفاوض السورية سيد مهند دليقان، وينضم إلينا من موسكو الباحث السياسي محمود الحمزة. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام. لو بدأت حواري مع الأستاذ رياض العلي، يعني تشكيل اللجنة الدستورية كما صرح بها ديمستورا بأنها ستتكون من يعني ثلث يمثل النظام، ثلث يمثل المعارضة، وثلث سوف يتم اختياره من قبل ديمستورا، ويعني قال أنهم سيكونون من المستقلين. هل تعتقد أن هذا الشكل للجنة ممكن أن يوصل إلى توافقات حول الدستور، أم أننا سندور في حلقة مفرغة من الحوارات والمفاوضات؟ شكرا لك بداية، وتحية طيبة لك وضيوفك ومشاهديك الكرام. حقيقة أن موضوع الدستور هو أو المسار الدستوري يعتبر من أهم المسارات أو مسار هام جدا في العملية السياسية لسوريا، والوصول إلى تسوية سياسية كاملة وفق قرارات الأمم المتحدة. لكن فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية، كما قلت بأن الدستور هو مهم جدا، والدستور قد ينهي حالة الصراع والعنف في سوريا والانتقال إلى حالة التعافي والسلام الدائم. لكن أحيانا يكون عدم تشكيل أو السير بالمسار الدستوري بالشكل الصحيح قد ينعكس سلبا على العملية السياسية برمتها. إذا رجعنا إلى طريقة صياغة الدساتير وطريقة تشكيل اللجان، حقيقة في الدول المستقرة هناك طرق ديمقراطية، وأهمها هي طريقة الجمعية التأسيسية، حيث يتم انتخاب جمعية تأسيسية إما بطريقة مباشرة من قبل الشعب أو بطريقة غير مباشرة من قبل البرلمان أو مجلس الشعب حسب التسمية الموجودة في كل دولة. هاي في دولة مستقرة، في دولة مستقرة ظروفها ليست كظروف سوريا، ليست كظروف سوريا. ولكن بالنسبة للدول الغير مستقرة تعددت الطرق في تشكيل اللجان الدستورية. بالحالة السورية أعتقد بأن هذا هو الحل
أفضل الممكن الذي يمكن التوصل إليه في صياغة دستور ينهي حالة الصراع الموجودة في البلاد. لكن أن يقوم عن طريق تعيينات من قبل السلطة التنفيذية ومن قبل رأس النظام في الدولة السورية وكذلك من قبل المعارضة إذا لم تكن هناك نيات صحيحة ونيات طيبة في الخروج من هذه الكارثة أو من هذا الصراع، أعتقد بأن تشكيل اللجنة سيكون عبارة عن دوامة أو كما قلت حلقة مفرغة ندور فيها. لكن من خلال المعطيات طوال السنوات السابقة وكل مسارات التفاوض التي حدثت، يبدو أن يعني النظام على الأقل ليس لديه نوايا بالوصول إلى حلول. فهل تعتقد أنه ممكن ضبط الموضوع التقني من خلال لجنة تشكل بهذه الطريقة؟ المشكلة أنه هذه اللجنة التي ستشكل إلى الآن لم تحدد مهام هذه اللجنة، ولم تحدد الطرق الكفيلة باتخاذ القرارات في ضمن هذه اللجنة. سنتكلم عن عمل اللجنة وآلية عمل اللجنة، لكن أنا فهمت منك أن هناك شكوك حول يعني جدية النظام في الوصول إلى حلول دستورية في هذه اللجنة. طبعا عندي شكوك، لأن النظام الذي بدأ الرد على احتجاجات سلمية بالحديد والنار، والأصوات المدافع كانت في دمشق تملأ أجواء دمشق، والطائرات كانت تقصف الريف دمشق، ومع ذلك قام بترقيع دستور 1973 وشكل لجنة على مقاسه لصياغة دستور 2012، وهو ترقيع المرقع ليس أكثر. طيب لو انتقلت إلى بيروت السيد مهند ليقان، سيد مهند يعني أنتم في منصة موسكو، اولا كيف تقرؤون يعني موافقه النظام على تشكيل لجنه دستوريه بعد يعني لقاء بوتين وبشار، وايضا كيف قراتم القائمه التي ارسلها النظام الى فريق الامم المتحده وهي يعني تضم اسماء ممثليه في هذه اللجنه؟ طيب مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. اولا بما يخص قراءه قبول النظام بمساله اللجنه الدستوريه، عمليا هو وافق عليها من حيث الشكل في سوتشي، ولكن الآن انتقلنا نحو خطوة عملية باتجاه الموافقة. كلكم انتبهتم إلى أنه بعد إقرار البيان الختامي لسوتشي جرى هنالك أخذ وشد وجذب حول ما مضمون هذا البيان، وهل هنالك لجنة لديمستوى علاقة فيها أم ليس له علاقة وهكذا، وصولا إلى الحالة الراهنة اليوم التي فعليا هي تطبيق لحرفية ما جرى الاتفاق عليه في بيان سوتشي دون أي مواربات من أي طرف كان. بهذا المعنى نحن نسير خطوة إلى الأمام بمسألة الذهاب نحو تشكيل اللجنة الدستورية. أنا مع ضيفك الكريم بأن هنالك تعقيدات عديدة قد تنشأ ضمن هذه العملية، ولكن بطبيعة الحال المهم أن نمضي ضمن هذه العملية، ولا يجوز أن نتخيل أن هذه المسألة ستمر دون صعوبات ودون عراقيل، لذلك المهم أن نبدأ فيها لهذه العملية. طيب بما يخص مسألة تفضل أستاذ مهند تفضل. بما يخص مسألة تركيبة هذه اللجنة وكيف يعني من جهة تركيبتها ومن جهة ثانية آلية اتخاذ القرارات فيها، عمليا كل ما جرى حتى الآن وكل ما يقال في الإعلام وفي الأوساط المختلفة لا شيء هو نهائي ولا شيء هو ثابت بهذه المسألة. ما هي التركيبة؟ هل سيكون ضمن الأسماء المرشحة كما يقال 100 من النظام و50 من المعارضة، ومن يرشح هؤلاء 100 ومن يرشح 50 أو 75 ب75 وهكذا؟ كلها كلام يعني لا يمكن التثبت من صحته. لكن أستاذ مهند، القائمة التي سربت قائمة يعني ممثلي النظام في هذه اللجنة يعني كانت تضم حوالي 50 عضو، ودمستورة تحدث عن لجنة سيتم تشكيلها من ثلث للنظام وثلث للمعارضة وثلث من المستقلين سيتم تعيينه من قبله يعني. نعم، نحن أساسا ميالون لهذا الرأي، لأنه عمليا الأفضل بمعنى أن يكون 50 للنظام و50 للمعارضة و50 خبراء ومستقلين يجري التوافق عليهم، هذا الرأي الأفضل. ولكن حتى الآن هذا لا أعتقد أنه محسوم كيف سيكون التركيب العددي، ولكن بكل الأحوال ينبغي أن لا نحول هذه المسألة إلى مشكلة تعيق الذهاب باتجاه اللجنة، لأن المطلوب فعليا في النهاية ضمن عمل اللجنة الآلية التي ينبغي العمل ضمنها هي آلية التوافق وليس آلية التصويت.
بمعنى أن صياغة الدستور لسوريا المستقبل يخص السوريين ويخص حياتهم لعشرات السنين القادمة، لا يمكن أن يترك فقط لمجموعة من الأشخاص يتم كما قال ضيفك الكريم تعيينهم في النهاية تعيينا سواء من النظام أو من المعارضة لكي يحدد مصير سوريا والسوريين لعشرات السنين. أنا سأعود إليك أستاذ مهند لنتكلم أيضا عن آلية التوافق التي تحدثت عنها وأيضا عن النقاط التي يعني قد تكون موضوع خلاف كبير في هذه اللجنة، لكن دعني يعني أخذ أيضا رأي الدكتور محمود الحمزة من موسكو. دكتور محمود، يعني يلفت النظر إلى أن يعني روسيا تقريبا يعني أجبرت الأسد أو ضغطت عليه باتجاه إجباره على الموافقة على تشكيل هذه اللجنة، وأرسل أسماء ممثليه بعد لقائه الأخير في سوتشي مع بوتين. لكن يعني يلفت الانتباه أن روسيا تستخدم كلمة الإصلاح الدستوري عندما تتحدث عن الدستور وليس دستور جديد. أنت كيف تقرأ الموقف الروسي وما تريده روسيا من خلال يعني دعمها وأسرارها على هذا المسار الدستوري؟ أولا تحية لك ولضيوفك الكرام الأخوة المشاهدين. الحقيقة أنه الموقف الروسي من موضوع الدستور ككل، يعني هم منذ أن عرضوا مسودة روسية للدستور السوري بدأوا يتدخلوا بشكل قوي في هذا الموضوع، واعتبروا وحاولوا أن يلتفوا على جنيف، يعني السلال الأربعة اللي كانت في جنيف وأولها عملية الانتقال السياسي أطمسوها وبدأوا يتحدثون عن الدستور والانتخابات. وفعلا مؤتمر سوتشي الذي توقعنا أنه فشل، لكن هم خططوا له بأن يخرج بنتيجة أساسية وهي تشكيل لجنة دستورية، وفعلا نجحوا فيها. لكن هي اللجنة رفعوها إلى دمستورا على أساس هو ليكمل هذه اللجنة. النظام وقف في حينها ضد هذا الكلام، والبيان الختامي الذي كما تحدث الأخ مهند من بيروت، البيان الختامي الذي أصدره النظام لم يتضمن فقرة تحويل اللجنة إلى ديمستورا، بينما الروس أصروا. وفي مجلس الأمن بالمناسبة المندوب الروسي تحدث وقال نحن عملنا جهد في سوتشي ونقلنا الموضوع إلى ديمستورا. بعد دقائق ألقى كلمة بشار جعفر ممثل النظام وقال نحن لا نقبل بأي إملاءات ولا أن يتدخل أحد بصياغة الدستور، وبالفعل كانوا معارضين إلى أن جاء أستنا وأيضا رفضوا. أستنا الأخير كانوا مصرين على أن اللجنة الدستورية لا يقبلون بها، ويبدو استدعاء الرئيس بوتين لبشار إلى سوتشي هدف الأساسي إجباره على قبول اللجنة الدستورية والمشاركة فيها. بس ليش هذا؟ أنا بدي أفهم منك دكتور حمزة لو سمحت لي، يعني نريد نفهم ليش هذا الإصرار من قبل الروس على المضي في المسار الدستوري؟ هلا بس نقطة قبل ما أحكي عنها، في الكلمات اللي ألقوها الرئيس بوتين وبشار الأسد عن موضوع الدستور، الرئيس الروسي يومها قال أنهم هناك لجنة دستورية لصياغة دستور جديد للبلاد بالمناسبة، وليس إصلاح دستوري، دستور جديد، بينما بشار الأسد قال لتعديل الدستور الحالي. وكل واحد يفهم الأمور شكل، يعني عمليا لا توجد تفاهمات كاملة حتى بين الروس والنظام. النظام يعاند وطبعا من وراه إيران، وروسيا تريد أن تمضي بهذا الموضوع. لماذا الروس أصروا على موضوع تناول موضوع الدستور؟ يعني هي هم التفوا على موضوعات جنيف المطروحة أمام مفاوضات جنيف التي هي أساسها. أخي الكريم، المشكلة في سوريا ليست مشكلة الدستور، النظام لديه دستور، وخاصة بعد ما عدلوا بال 2012 يعني أصبح مقبول كثير وممكن كمان نعدل فيه. طيب، لكن لو جبت دستور سويسرا إلى سوريا وعطيته لبشار أسد لن ينفذه. طيب، وبالتالي الروس فهموا أن ليس فهموا، هم لا يريدون عملية سياسية بسوريا، تغيير سياسي. طيب، وصلت بدأوا من الأخير. وصلت من فكرتك دكتور حمزة. خليني دكتور حمزة، يعني خليني أنطلق، لن تحل المشكلة. خليني أنطلق من حيث انتهيت. أستاذ رياض العلي، دكتور حمزة يعني بتحدث أن الروس مصرين على المسار الدستوري من أجل الاتفاق على السلال الأربعة اللي يعني أقرت في 2254 وأيضا في جنيف 1. الآن هل من المنطق البدء بالمسار الدستوري دون المسارات الأخرى التي نصت عليها القرارات الدولية وكانت أساس العملية السياسية في جنيف؟ حقيقة قبل ما أجاوب على هذا السؤال فقط أريد أن
أطرح نقطة طرحها الأستاذ محمد طبعا. الحمزة بما يخص دستور 2012 أنه فينا نعمل شوية تعديلات، أعتقد بأن 2012 غير صالح أصلا حتى للترقيعات، يعني عملية الانتقال السياسي، قرار 2254، طريقة صياغة الدستور شكلا ومضمونا ل 2012 لا تتناسب مع المرحلة المقبلة، وبالتالي إذا كان لدينا ثوب فيه عدد من التمزيقات فلماذا نقوم بترقيعه إن كان بإمكاننا أن نشتري ثوبا جديدا؟ وبالتالي فدستور 2012 غير صالح لأنه كتب من قبل لون واحد ومن قبل جهة واحدة. بالنسبة للالتفاف على 2254 أو لمدى حرص روسيا على السير بالمسار الدستوري دون المسارات الأخرى، حقيقة أن السيد ديمستورا في مسار جنيف 4 طرح السلال 4 وقال حينها عندما اعترضت المعارضة على وكان هناك شد وجذب بين النظام وبين المعارضة فيما يتعلق بسلة الإرهاب وتمت إضافتها أخيرا، وقتها قال سيد ديمستورا بأنه سيقوم ببحث السلال 4 بالتوازي، لكن فوجئنا بعد ذلك بأن سلة الدستور والانتخابات أخذت هي الحيز الأكبر وتم تهميش هيئة الحكم الانتقالي، مع أن قرار 2254 بكل في فقرتين من 2254 ركز على موضوع هيئة حكم انتقالي جامعة بصلاحيات تنفيذية كاملة، وبالتالي يفترض كان السير بهيئة الحكم الانتقالي التي منها سينبثق المؤتمر الوطني ومنها سينبثق لجنة لصياغة الدستور والوثيقة الدستورية المؤقتة ومن ثم مدة معينة لصياغة دستور جديد، لكن يبدو أن روسيا ودورها في العملية السياسية السورية وانتصارها العسكري، لا نقول حسم العسكري ولكن تقدمها العسكري في السنتين الأخيرتين مكنها من فرض بعض الشروط ومنها هذا الشرط الدستور والانتخابات على هيئة الحكم الانتقالي على المسار السياسي السوري. وفيما يتعلق بسلة الانتخابات، هل الظروف في سوريا الآن جاهزة للانتخابات؟ هل الشعب السوري قادر على الوصول إلى صناديق الاقتراع بكل حرية؟ نصف الشعب السوري بين مهجر ونازح وغير قادر أصلا على العودة إلى مكان الانتخاب. هل هذا الأمر المتعلق بعملية ديمقراطية هل أيضا يعني ينسحب على موضوع استفتاء على الدستور قد تخرج فيه هذه اللجنة أو التعديلات الدستورية؟ كما قلت بالبداية ليس هناك آلية عمل واضحة لهذه اللجنة وليس ليس واضحا مهام هذه اللجنة. طيب أنا هل ستقوم بإعداد وثيقة دستورية مؤقتة؟ أنا راح أرجع لهذه التفاصيل ويعني راح أستفيد منك كونك أنت يعني عضو في فريق الخبراء اللي رعاه فريق ديمستورا وأجريته عدة لقاءات تقنية بخصوص الدستور، لكن لو عدت إلى السيد ليقان، سيد مهند تحدثت عن آلية أنه آلية التوافق هي التي يعني تحكم عمل اللجنة وليس آلية التصويت، لكن أنتم في منصة موسكو هل أنتم بشكل واضح وصريح مع هيئة حكم انتقالي ومن ثم إعلان دستوري للسير بالبلاد للخروج مما هي فيه، أم هذا الموضوع يعني ما حسمتم أمركم فيه وهو موضوع خلافي طبعا بالدستور بكل المفاوضات؟ هذا الموضوع محسوم أمرنا فيه من وقت طويل، ولكن للأسف الإعلام مصر أنه يكرر الآراء التي يقولها الائتلاف. طيب. التي يقولها جزء قسم محدد من المعارضة. شو الموقف؟ أولاً نحن نسميها جسم حكم انتقالي، ترجمة حرفية لما جاء في 2254 بنسخته الإنجليزية، ونقول أننا ملتزمون ب 2254 كاملا كل بنوده بما فيها هذا البند المتعلق بمسألة تشكيل جسم حكم انتقالي بكل صفاته الواردة ضمن القرار. مسألة أخرى يجري الخلط بها أن كلمة إعلان دستوري ليست واردة وليست جزء من القرار 2254. للأسف هنالك جزء من المعارضة بدأ بخلط الأوراق بين القرار 2254 وبين رؤيته الخاصة، وبات كل منهما مرآة للأخرى، بحيث أنه يقول ما يقول ويسنده إلى 2254 على أساس أن هذا هو 2254، ومن بين ذلك الحديث عن إعلان دستوري. لا يوجد أي شيء في 2254، وليرينا من يقول أن هنالك حديث عن إعلان دستوري ضمن 2254 ليرينا ذلك بالنص. هذه مسألة. قبل هذه المسألة أعود إلى نقطتين مهمتين وردتا في الحديث. تفضل. أولاً مسألة الحديث عن الإصلاح الدستوري، لماذا سميت اللجنة لجنة الإصلاح الدستوري؟ بصراحة لأن السوريين والأطراف المتشددة ضمن السوريين هن لا العقل
إلى ذلك الحد اللي مضطرين الجهات التي تريد حلاً أن تجد تقريباً بين هذه الأطراف بشكل يسمح بالولوج إلى الحل. بمعنى كلمة الإصلاح الدستوري تسمح بالتعديل وتسمح بالتغيير. نريد أن نجلب هذين الطرفين اللذين طوال الوقت يقولون يتعاملون بمنطق كل طرف يريد أن ينهي الآخر ويقضي عليه ويفرض رأيه عليه. نتحدث عن مسألة هي لا تخص لا النظام ولا المعارضة فقط بهذه المرحلة، نتحدث عن مسألة دستور يخص حياة ومستقبل السوريين لعشرات السنين القادمة، ولذلك مسألة فرض رأي أحد هذين الطرفين على الآخر بالمنطق المتشدد الذي يجري الحديث ضمنه هو مسألة لا يمكن أن تستقيم مع مسألة مهمة من مستوى كتابة الدستور. لذلك سميت الإصلاح الدستوري لتكون تعديلاً أو نصل إلى تغيير وفق ما ترتئيه اللجنة حين تجتمع وحين تبدأ بالعمل. لنتذكر أن دستور 2012 نفسه حين حكي عنه في البداية تم الكلام عن تعديل دستوري وليس عن دستور جديد، ولكن ما جرى بالمعنى العملي أن تعديل المادة الثامنة فقط، إلغاء المادة الثامنة القديمة والمتعلقة بحزب البعث حزبا قائدا، أدى بشكل آلي إلى تغيير ما بين 30 و40 مادة ضمن دستور 2012، وبالتالي تحول التعديل إلى تغيير. لذلك لا نتمسك بالشكليات، لأننا إذا عدنا إلى كل تاريخ التبارز الإعلامي بين المعارضة والنظام نجد مثلا القول أيهما أولا، هل محاربة الإرهاب أم الانتقال السياسي، والآن الاثنان يقولان فلنعمل بالتوازي محاربة إرهاب وانتقال سياسي، المسألتين معا بمعنى الحل السياسي والإرهاب. طيب معا. طيب أستاذ مهند، هو الرأي العقلاني منذ اللحظة. أستاذ مهند، أستاذ مهند، بس لو سمحت لي يا أستاذ مهند، يعني أنت وجودك معنا لتوضيح كل هذه التي يعني تقول أنه الإعلام سوق لمغالطات فيما يخص منصة مسكوفة، وجودك هو يعني نوع من إعطاء الفرصة لأنه توضحوا كل هاي المغالطات التي تحدثت عنها. لكن خليني أرجع للدكتور محمود الحمزة. دكتور محمود الحمزة، أنت برأيك روسيا وبوتين إلى أي حد ممكن أن يرضوا بهيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات في سوريا من خلال يعني توافق دستوري عليها؟ هل تعتقد أنه ممكن يذهبوا إلى هذا الحد ويتخلوا عن حليفهم بشار الأسد؟ هو أنا أعتقد أن الروس يعني يفكرون بالحل السياسي إذا حكينا بمعنى أوسع بطريقتهم الخاصة، يعني مثلا أن تشكل حكومة وحدة وطنية ويعطى بعض الحقائب الوزارية للمعارضين ونرجع إلى المربع الأول كما يقولون. يعني عمليا لا أحد يتحدث عن تغيير سياسي عميق في بنية هذا النظام الشمولي الدكتاتوري الذي ارتكب جرائم كبرى ضد الشعب السوري. يعني كل هذه الأمور يتجاهلونها وكأن مشكلة بشار ما عنده دستور حتى يطبقه. يعني هذا كله ضحك على اللحى إذا حكينا بالمشرمحي. المشكلة ليست في الدستور يا جماعة، وليست في هل تستطيع اللجنة الدستورية أن تغير مستقبل سوريا إن لم يكن هناك اتفاق سياسي. يجب أولا الاتفاق على مستقبل سوريا السياسي، وهذا يتطلب التفاهم بين الشعب السوري، بين أطراف الشعب السوري ومكوناته، وليس أن تأتي إملاءات من فوق. يعني إيران لها 50 مقعد في اللجنة الدستورية، وروسيا لها 50 مقعد، وتركيا لها 50 مقعد. يعني كيف هذا؟ كيف يضعون الدستور لشعب ويقولون أن الشعب السوري يجب أن يقرر مصيره بنفسه، لا يتدخل في السيادة السورية؟ هذا كله كلام فارغ. هذا الحقيقة أن لا أحد من هذه الأطراف كلها والمجتمع الدولي حتى الآن لا أحد يريد حل المشكلة السورية بشكل سياسي. هم يريدون خطوات ترقيعية، يعني شكلنا اللجنة الدستورية وصاغوا أحلى دستور في العالم، وبعدين من سيطبق هذا الدستور؟ هل هو علي مملوك وبشار الأسد؟ هذا السؤال المهم الذي يجب أن نتوقف عنده، وليس في الأمور الفنية والتقنية. يعني أنت برأيك، أنا برأيك دكتور محمود، دكتور محمود برأيك أنه روسيا، برأيك أنه روسيا يعني لن تضغط، يعني ما راح تضغط على الأسد إلى لإلزامه بأي دستور تخرج عنه هذه اللجنة؟ لا، هلا موضوع الأسد شوي مختلف. أنا أعتقد أن الروس الآن وصلوا لقناعة بأن الأسد ليس شريكهم، ليس الشريك المناسب لهم في المستقبل. شو الشواهد؟ شو الشواهد على ذلك دكتور محمود بعجالة؟ والقتال. شو شواهدك على ذلك؟ هلا الشواهد أنا لاحظت
أنا لاحظت أن وسائل الإعلام الروسية كتبت مقالات عديدة، نشرت مقالات عديدة حول عائلة الأسد وجرائم الأسد، وكتبوا عن بشار الأسد أنه هذا، يعني كتبوا بالمشرمح أنه هذا كلب من كلب، هذا ليس شريكنا ولا حليفنا. طيب دكتور محمود، دكتور محمود، أنا يعني أتحفظ، بس أتحفظ على 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 كلمات يعني يجب أن لا تذكر على الشاشة، وأعتذر من السادة المشاهدين على هذه الكلمات. بكل حال دكتور محمود، هي موجودة بال، طيب بكل حال يعني خلينا نطلع فاصل قصير وبعدين نرجع لإكمال هذا الحوار. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود لاستكمال صالون السياسي. أهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من الصالون السياسي. استطلعت كاميرا التلفزيون سوريا أراء عينة من الشارع السوري حول رؤيتهم للمسار الدستوري المزمع عقده في جنيف. نجرب عقله مخرب. هلا طبعا اكيد يعتبر الدستور متعارف عليه هو فينا نسميه نواة للحكومة او للنظام، فاي تغيير رح يطرأ على بنية الدستور، فاكيد رح يكون في تغيير على بنية النظام. لا يؤدي الى تغيير بنية النظام، لانه النظام بني مخابراتي طائفي مبني على الاجرام. طبعا غير ممكن الاستفتاء على دستور جديد. نصف الشعب السوري، أكثر من 10 مليون مهجر قسري في الثورة السورية، جميع السوريين غير مؤهلين حاليا لأي تصويت أو أي دستور. نحن في حالة فوضى داخلية كبيرة في الوضع الراهن. أعتقد أنه الأمر صعب إلى حد ما. عدم استقرار المناطق السورية تحت سلطة واحدة، وجود عدد كبير كتير من أهالي سوريا خارج سوريا، إذا كان تحت ظل النظام الحالي فالدستور كله فاشل مثل النظام اللي عنا. العالم كلها مهجرة وكل واحد بالدنيا، وهي أين شلون بده يتم الدستور بدون الشعب، يعني بدون المواطن. نظام بعامل الناس معاملة، يعني معاملة بمعايير يعني خيار وفقوس بالعامية. بشار الأسد أول ما استلم مو إنه يعني هو له حق مثلا انه يحسن مثلا يستلم الرئاسه، او من حقه انه يستلم الرئاسه، غيره من الدستور حتى سلموه سلطه الرئاسه بسوريا. مستحيل بظل الحرب والتشرد الملايين، تهجير الملايين من الشعب السوري، مستحيل اقامه دستور. بده يبني يعني مجتمع متجانس مع الايرانيين اللي سقطب من خارج البلد، يعني 99.9%. السلام عليكم. أستاذ رياض علي، لو بدأت معك هذا الجزء، هل نحن بحاجة إلى دستور دائم في سوريا في خضم هذه الظروف المحيطة بسوريا، أم إلى إعلان دستوري قد يعني يؤدي إلى حل ما في البلد؟ حقيقة الحاجة في هذه الظروف وفي حال عدم الجهوزية للانتخابات حرة ونزيهة، وفي ظل وجود هكذا قانون انتخابات وهكذا قانون أحزاب وقوانين استثنائية ومحاكم استثنائية في سوريا، أعتقد بأن الحاجة هي إلى وثيقة دستورية مؤقتة بغض النظر عن التسمية. شو آليات الوصول إلى هذه الوثيقة؟ هذه قد تكون أحد مهام اللجنة الدستورية التي ستقوم المكلفة بصياغة الدستور، مثلا أن تقوم بإعداد وثيقة دستورية. والوثيقة الدستورية ليست بالضرورة إعلان دستوري صفحة واحدة مثل ما بعض الانقلابات العسكرية عملت مثل هكذا إعلانات. منذ عام 1990 إلى الآن أكثر من 30 دولة أصدرت وثائق دستورية مؤقتة، وأكثر من 20 منها كانت في حالة صراعات، على سبيل المثال جنوب أفريقيا، ليتوانيا، كمبوديا، العراق، بغض النظر عن تونس، مصر، بغض النظر عن تسمية. قد ذهب بعضهم إلى القانون الأساسي، وذهب بعضهم إلى تسميته دستور مؤقت. في العراق القانون الدولة العراقية لإدارة المرحلة الانتقالية. شو الإيجابيات، شو الموجبات للذهاب إلى هذه الورقة؟ الموجبات أن عندما تكون في حالة صراع، هناك أمور يجب أن تدخل أو تعالج ضمن هذه المرحلة الانتقالية، لا يمكن أن نضعها دائما في دستور دائم. مثلا قضية اللاجئين وعودة اللاجئين، العودة الآمنة، إخضاع الجيش والأمن لسلطة مدنية، لسلطة القضاء، فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية، إذا هو رئيس الجمهورية نفسه هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وصلاحيات كاملة، فيما يتعلق بقلنا عودة المهجرين، فيما يتعلق بالوثائق المدنية. نقطة صغيرة بالنسبة للوثائق المدنية، المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام
هناك رابط إلكتروني بين المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وبين دمشق. النوافذ الإلكترونية مجرد خروج المنطقة عن سيطرة النظام يقوم النظام بقطع الخدمة عن هذه المراكز، يعني لم يعامل الشعب السوري كشعب سوري وإنما عامله موالاة ومعارضة. يعني أنت تذكر تفاصيل تقنية يعني جدا بعيدة عن رؤية المشاهد، بس أنتوا بهاي اللقاءات اللي كنت أنت عضو مشارك فيها بلجنة الخبراء اللي كان يدعي لها مكتب الدستور، ناقشت كل هاي التفاصيل؟ بالتأكيد تمت مناقشة كل هذه التفاصيل، وتم حتى الموضوع السجل المدني وموضوع هوية الأشخاص وموضوع العقارات كلها نزل أدرجت في الملفات التي سلمت إلى سيد ديمستور والفريق المعاون له. بالنسبة للدستور المؤقت أو الوثيقة الدستورية المؤقتة أو بغض النظر عن التسمية، القرار 2254 بالتفصيل بدقة يقول يعرب عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة في غضون فترة مستهدفة حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد. إذن من تاريخ الاتفاق السياسي وإلى صوغ دستور جديد نكون في حالة فراغ دستوري، فالمنطق وفق النص المستفاد هنا الذهاب إلى وثيقة دستورية مؤقتة. وأتفق مع الأستاذ محمود الحمزة عندما قال بأن يجب أن يكون توافق سياسي، لأن الدستور أصلا هو حياكة قانونية لتوافق سياسي اجتماعي. أنا هون بدي أنقل الكلام للأستاذ ليقان. أستاذ مهند، أنت تكلمت أنه يعني ما لازم يكون الأسماء اللي رفعها النظام أو شكل اللجنة تكون عائق من الذهاب إلى المشاركة في هذه اللجنة، بس أنا أريد نفهم يعني ما هي الضمانات تطبيق يعني تطبيق أي دستور ممكن أن توصل إليه هذه اللجنة في ظل وجود هذا النظام وسلوكيات هذا النظام؟ أنت تعرف نظام يحكم البلاد بالأوامر العرفية وبالقوانين العسكرية والأحكام العسكرية ويضرب بالدستور وبالقانون بعرض الحائط. لو وصلنا إلى دستور في هذه اللجنة يعني شو الضمانات حتى نصل إلى تطبيق هذا الدستور؟ طيب، أنا لست مع التعامل مع المسألة السورية ككل على مبدأ الكل أو لا شيء، إما أن يتحقق كل شيء في لحظة واحدة أو لن يتحقق شيء، وبالتالي أي خطوة نقلل من أهميتها أنها لن تنتج شيئا ما دام النظام قائما إلى ما هنالك. إذا قمنا بعملية تغيير للدستور أو مضينا جديا بالمسألة الدستورية فنحن بدأنا بعملية تغيير النظام. صحيح أن تغيير الدستور لن يكون حلاً كاملاً للأزمة ولن ينهي كل هذه الأزمة وينقلنا إلى نظام سياسي بالكامل جديد، ولكن الدستور هو مسألة أساسية جداً في الانتقال باتجاه نظام سياسي جديد وهو جزء من 2254، وبالتالي ينبغي التعامل بحكمة مع هذه الأمور. التركيز فقط على مسألة السلطة وتحديداً فكرة جسم الحكم الانتقالي أو الهيئة الحكم الانتقالي كنقطة انطلاق ولا يجوز الانطلاق إلا منها، جربنا منذ عملياً 2014 وما قبل 2014 والحديث هو بهذا الاتجاه عملياً. حتى قبل أن يصاغ 2254 كان الحديث فقط عن مسألة التنحية ومسألة السلطة، من سيكون في السلطة. أصبح واضحا أن هذا ليس بس يا أستاذ مهند الحل. لو سمحت لي أستاذ مهند، لو سمحت لي، هي المشكلة كلها في سوريا ليست مشكلة وجود سلطة أو نظام أو رأس سلطة يعني لا يعترف لا بحقوق الشعب ولا بالحريات ولا بالأدوات الديمقراطية ويحكم البلاد زي ما قلت لك بالأوامر العرفية وبالأحكام العسكرية، هي هاي لب الخلاف أصلا. هذا تقوله حضرتك على أنه مسلم، لست موافقا على هذا الأمر. المشكلة في سوريا أعمق من ذلك بكثير. المشكلة هي مشكلة نظام سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي متكامل، وليست مشكلة فقط أشخاص. يعني إذا راحوا الحرمية اللي موجودين مجموعة الفاسدين الكبار الموجودين وإجانا حرمية آخرين من نوع آخر حافظوا على نفس النمط الاقتصادي الاجتماعي وعلى نفس العلاقات الاقتصادية الاجتماعية، وهذا للأسف موجود، بمعنى جزء مهم من المعارضة الذي ليلا نهارا يردح بالثوري اقرأ برامجه الاقتصادية، هم يريدون نهب الشعب مثل الرموز التي يسبون عليها اليوم بأنها نهب الشعب. بالتالي نحن نبحث عن سلطة يا أستاذ مهند، بالتالي نحن نبحث عن سلطة، نبحث عن سلطة يتوافق عليها، نبحث عن سلطة يعني تحترم الشعب وتستند إلى القوانين لا إلى الأحكام العرفية، ولا تكون سلطة ديكتاتورية أو مستبدة أو عسكرية. هذا صحيح ولكن ليس كافيا. هذا الألف باء
هذا لا يجوز أن نبسط الأمور أمام الناس ونسخفها ونسطحها. الشعب السوري دفع ما يكفي من الدم لكي نحكي الأمور كما هي حتى النهاية. هنالك نظام بالمعنى الاقتصادي الاجتماعي، هو نظام نهب، هو نظام عمليا سواء موالاة ولا معارضة ولا من أي مكون اجتماعي أو طائفي، هنالك قلة قليلة لا تتجاوز 5% من السوريين على الطرفين بالمناسبة، هم يغتنون ويثرون من خلال الحرب ومن خلال دم السوريين، وهنالك 95% يدفعون الثمن. هذه المعادلة هي المعادلة الحقيقية التي ينبغي توجيه الأنظار باتجاهها وعدم عمليا تشويه وعي السوريين باتجاه المسائل ذات الطابع الديمقراطي فقط، الدكتاتورية وغير الدكتاتورية. هنالك مسائل اقتصادية في عمق هذه المسألة. اسمح لي فقط أن أجري بعض التقييم تفضل بعجالة لو سمحت. جرى تقييمها الحديث عن الروس والتفافهم على 2254، يعني مشكلة كبيرة هذا الكلام حين نضع أمامنا لا ورقة تيلرسون. أعتقد ضيوفك الكرام وحتى جزء من المشاهدين باتوا يعرفون ما هي هذه اللاورقة. هذه اللاورقة التي طرحت من قبل مجموعة الخمسة بوصفها حلاً أو محاولة لتطبيق 2254 هي مناقضة تماماً ل 2254 ومناقضة لجنيف ومناقضة للانتقال السياسي. هي فعلياً ورقة فيها مسألة تقسيمية وفيها ما يشبه الانتداب على سوريا. الأمريكان والغربيين هم من لا يريدون الحل السياسي في سوريا، لأن الأمريكان في حالة هم بحاجة إلى توتير في كل المنطقة. هل نسينا الأمريكان وموقفهم من القضية الفلسطينية؟ هل نسينا الأمريكان وموقفهم من العراق؟ ماذا جرى لذاكرتنا؟ الأمريكان يريدون فقط تخريب بهذه المنطقة. الروس ليس من مصلحتهم فعليا أن تبقى هذه المنطقة التي على تخومهم هي منطقة متوترة ومنطقة حرب. طيب لا ينبغي فقط طيب جيد أن أستاذ مهند، خليني أنقل يعني أفكار في غاية الأهمية طرحتها، خلينا أنقلها للدكتور محمود الحمزة. دكتور محمود، يحكي لك الأستاذ مهند أن الروس ليس من مصلحتهم أن تبقى منطقة على تخوم حدودها، حدود دولة روسيا، متوترة، والأمريكان عندهم مشروعهم اللي كلنا نعرفه، مشروع تقسيمي، مشروع مناهض لقضايا الأمة العربية. كيف ترد عليه؟ هلا إذا تسمح لي بس تعليق بسيط على كلام طبعا. الأخ مهند، إذا تسمح لي، أنا يعني أعتقد أن الأستاذ مهند يعني يعذرني على التعبير يحاول يلف ويدور حول موضوع التغيير المطلوب في سوريا. التغيير ليس اقتصادي يا عزيزي وليس ثقافي، مشكلتنا هي في البنية السياسية للنظام، وأنتم في منصة موسكو لا تتجرؤون على قول هذا الكلام. أنتم تحاولون أن تلتفون وتقولون الحديث عن الديمقراطية والديكتاتورية كأنه هاي أشياء ثانوية. هذه صلب الموضوع، تغيير نظام ديكتاتوري وليس مشكلة الفساد. الفساد ينتج عن بنية النظام السياسي، يعني أنت لازم أكيد تعرف هذه الأشياء. على كل حال، أنا أعتقد أن بالمعنى الواسع أنا أعتقد أن الأمريكان والروس متفاهمين على ما يجري في سوريا بالمناسبة، وفي هناك تنسيق مع إسرائيل، وما يجري في سوريا من تدمير وممنهج ومن تغيير ديموغرافي وتهجير قسري على مدى 7 سنوات بموافقة أمريكية وبأيدي روسية وبترحيب إسرائيلي، هذا كله يعبر عن أن هناك خطة لتدمير هذا البلد وفرض نظام سياسي يناسب هذه الدول وبالدرجة الأولى يناسب إسرائيل. وروسيا لا تفكر لا من قريب ولا من بعيد بمصلحة الشعب السوري، هي تفكر بمصالحها الجيوسياسية وتريد أن من يكون في الحكم، بشار الأسد، أي شخص آخر مش مهم، هي تريد مصالحها. وللأسف روسيا تورطت في سوريا واللي ورطهم الأمريكان، وبالتالي كل ما يجري الآن هو متفاهمين عليه. لا تعتقدوا أن الأمريكان ضد الحل السياسي وروسيا مع الحل السياسي. الأمريكان مع حل سياسي يناسبهم ويناسب إسرائيل، والروس مع حل سياسي يناسب أجندتهم، وهي إبقاء النظام يشبه هذا النظام. يعني سياسيا لا أحد منهم يريد تغيير سياسي في بنية النظام، لأن النظام هذا يناسبهم. أما تغيير بشار قد يأتي بعد 6 أشهر بعد سنة، هذا طيب. حتمي سيرحل بشار، ولكن يجب أن نتحدث بوضوح وصراحة. المشكلة في سوريا هي مشكلة نظام سياسي، والشعب السوري عندما خرج قال نحن ارحل يا بشار، نحن بدنا حرية وديمقراطية وبدنا عدالة وكرامة.
طيب دكتور محمود خليني واشياء اخرى. دكتور محمود خليني انتقل للاستاذ رياض العالي، اذا عندك اي تعقيب على ما قاله ضيفي الكريمان، لكن اريد اسالك ايضا يعني هل تدخل الامم المتحده في وضع دستور لسوريا هل تعتقد انه امر صحي هذا الامر، ام تدخل في شان داخلي شان ذو سياده؟ تمام. بالنسبه للضيوف الكرام انا اتفق جزئيا واختلف جزئيا. بالنسبه للبنية النظام ماسك العصب من النص انت. نعم. تمشي تقنيا بالموضوع. بنية طيب. النظام السوري هي بنية دكتاتورية، والبنية السياسية في سوريا دائما يقال عن السلطات ثلاثة، تشريعية تنفيذية قضائية. لكن اعتقد وحسب خبرتي بالنظام السوري وعملي بالقضاء السوري هناك سلطة وحيدة فقط هي السلطة الأمنية، هي الأساس وهي تتحكم بكل شيء، وبالتالي كيف لنا أن نقول نظام اجتماعي نظام اقتصادي ونتجاهل البنية السياسية أو النظام السياسي الأمني الذي يحكم البلاد بالحديد والنار. ثم أن روسيا نعم تبحث عن حل، ولكن حل حسب مقاسها هي، وأن يكون هناك دكتاتور بغض النظر عن بشار أو غيره دكتاتور آخر في البلاد يحكم البلاد بالحديد والنار ويسير المصالح الروسية، لأن النظام الدكتاتوري يشبه نظام الروسي الذي دمر غروزني وشيشان وما إلى هنالك. بالنسبة لكما ورقة الدول الخمس، هذه دول خمس وليست أمم متحدة. هذه دول خمس وليست أمم متحدة. في عندنا قرار 2254 هو مرجع، هذا هو المرجع بالنسبة للحل في سوريا. بالنسبة لتدخل الأمم المتحدة في صياغة الدستور أو العملية الدستورية، أعتقد يجب أن نفرق بين ناحيتين بالنسبة لصياغة الدستور. هناك ناحية العملية وهناك ناحية مضمون الدستور. في العملية الإجرائية ليس هناك أي مشكلة في تدخل الأمم المتحدة أو حتى في دول أخرى بمساعدة السوريين في بناء قدراتهم، في عمل إجراءات معينة لصياغة الدستور، أي أمور تقنية، مشاركة مجتمعية، الإعلام وما إلى هنالك. أما مضمون الدستور يجب أن يضعه السوريون بأنفسهم بدون تدخل. فيما يتعلق باللجنة الدستورية، بس الظروف ما تسمح بهذا الأمر. أنا لذلك قلت وثيقة دستورية مؤقتة هي الأنسب. بالنسبة للتدخل الأمم المتحدة، سوريا هي عضو مؤسس في الأمم المتحدة، وبالتالي ميثاق الأمم المتحدة يلزم سوريا بكل القرارات، وهناك قاعدة فقهية تقول بأن مقيد نفسه طليق. سوريا قيدت نفسها بميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن يجب أن تلتزم بها سوريا، ولا يعتبر هذا انتهاك للسيادة السورية لأنها هي طرف في العقد الذي هو ميثاق الأمم المتحدة. أنا راح أرجع لك بس بآلية عمل اللجنة والبرنامج اللي حكيت عنه في البداية أنه غير واضح، لكن لو عدت الأستاذ مهند، أستاذ مهند أنت طرحت أفكار، ودائما أنتوا يعني بالمنصة تطرحوا أفكار يعني تبدو مختلفة ومثيرة للاهتمام بالنسبة للشارع السوري. رد عليك يمكن الدكتور الحمزة والأستاذ العلي بأنه نحن لا نستطيع أن نصل إلى يعني حالة صحية اجتماعية واقتصادية لم نغير بنية النظام السياسي، لأنه بالنتيجة نظام بشار الأسد هو يتحكم بكل مفاصل الدولة. كيف ممكن توضحوا رؤيتكم هذه؟ يعني شو الآليات؟ يعني شو تقصدوا من وراها هاي الرؤية؟ يعني الأستاذ حمزة أخذ مثل ما بيقولوا الكبة من رأس الماعون. اللي حكيته أنا تغيير شامل، نحن طرحنا هو تغيير جذري وشامل في البنية السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية والديمقراطية الكاملة للنظام القائم، هذا طرحنا. ولكن ركزت تحديدا على الجانب الاقتصادي الاجتماعي، لأن طرح الأستاذ حمزة يتطابق مع طرح النظام حول المؤامرة الكونية. يعني هلأ بده يفهمنا مثل ما الإعلام بيحاول يشتغل أنه الروس والأمريكان طول وقت متفقين وفي مؤامرة كونية، الكل متفق تمام ضد الشعب السوري، لا يوجد صراع بين محور هو روسيا والصين ومحور آخر هو أمريكا والغرب، لا يوجد صراعات اقتصادية في الدنيا كلها، لا يوجد أي شيء من هذا القبيل، فلنغمض أعيننا، يوجد فقط المسألة السورية والكل متفق على الشعب السوري، فقط لكي يظهر أصحاب المواقف هذه على أنهم يعني هم مكملين للأخير وثوار ما شاء الله. الفكرة الأساسية التي أقولها نحتاج إلى تغيير شامل بكل الاتجاهات، ولكن التركيز فقط على مسألة الأسد رحيل أم بقاء، هذا التركيز طوال هذه الفترة الماضية ما الذي جلبه؟ اليوم ستذهب المعارضة كلها لفعليا الحوار مع الأسد، للحوار ضمن جنيف، وماذا عن الشعارات السابقة؟ إذن هذه الشعارات التي كانوا يطرحونها ليست شعارات مبدئية، والأذكر
أول ما صدر بيان جنيف كان جزء من المعارضة المتشدد الذي يقول عن نفسه ثوري كان ضد بيان جنيف، ومن ثم اضطر للموافقة عليه. وحين نشأت أستانا كانوا ضد أستانا، وحين ثم وافقوا عليها، وكذلك الأمر مع 2254، وكذلك الأمر مع سوتشي، رفضوا سوتشي، والآن سيشتركون في اللجنة التي ستنتج عن سوتشي. إذن هذه المواقف الرافضة لا طول الوقت هي ليست مواقف مبدئية حتى نتعامل معها على أنها مواقف مبدئية. هم يتعاملون، هناك جزء من المعارضة وجزء من النظام يتعامل مع السياسة على أنها نهاق، على أنها نقول موقف ونغيره في أي وقت لاحق وفقا لموازين القوى. ولذلك أتمنى أن لا تتكرر هذه الفكرة لف ودوران. نحن لا نلف ولا ندور، نحن نقول الأمور كما هي حقا، ومن البداية كلامنا ما زال صحيحا حتى هذه اللحظة. من يلف ويدور هو من اضطر عشرات المرات للتراجع عن مواقفه الخاطئة. منذ اللحظة الأولى نقول حل سياسي وحوار، وها هم الكل يذهبون اليوم إلى حل سياسي وحوار، ونقول عن تغيير جذري شامل والكل سيذهب بنفس الاتجاه. بس يا أستاذ مهند بعجالة، بس أعطيني أستاذ مهند بس شوي، يعني خليني أخذ وجهة نظر الدكتور محمود الحمزة بالرد على هاي الردود اللي توجهت فيه لها، وبعدين نرجع نكمل معك. أستاذ حمزة إذا عندك رد سريع على الأستاذ مهند. طبعا أولا يعني أن نقبل بمنطق القوة الذي يفرض على الشعب السوري. أخي الكريم، كل المجتمع الدولي متواطئ ضد الشعب السوري وضد هذه الثورة السورية، وبالتالي ليس المواقف كانت خاطئة، المواقف صحيحة، ولكن هناك فرض إرادات. ومن قال لك أنني أدافع عن مواقف المعارضة من خلال سواء المجلس الوطني أو الائتلاف أو هيئة التفاوض؟ أنا أتحدث كباحث سياسي وكسوري وطالب بتغيير النظام السوري. ما يجري هو إركاع للشعب السوري. طيب هو يا دكتور حمزة، يا دكتور حمزة حتى الأستاذ مهند يتكلم أيضا عن تغيير شامل في بنية النظام. أستاذ مهند لو عندك رد سريع على دكتور حمزة. يعني شو بدي رد؟ رجع كرر نفس الفكرة تبع المؤامرة الكونية والكل متواطئ على الشعب السوري، وليس هنالك صراع بالمعنى. طيب خليني أنا نسألك بالله بطريقة أخرى يا أستاذ، مهند خليني نستفيد منك أستاذ مهند. هل تؤمنوا أنتم أو تعتقدوا أنه ممكن الوصول إلى تغيير شامل في سوريا من دون تغيير النظام السياسي أو بنية النظام السياسي؟ يعني إحنا كيف ممكن نصل إلى تغيير اجتماعي واقتصادي إذا ما نغير النظام السياسي؟ هذا الكلام متناقض. كيف تقول تغيير شامل ولم نغير النظام؟ تغيير شامل يعني غيرت النظام. ما انت لما يا استاذ مهند انت بتقول عندي اولويات او عندي اشياء مهمه عندي مكون. استاذ مهند لو سمحت لي، انت تتكلم عن مشكله اقتصاديه واجتماعيه وبتركز عليها بالاول، وبتقول من خلال التركيز او حل المشكله الاقتصاديه والاجتماعيه راح نذهب الى تغيير المشكله السياسيه او النظام السياسي. صح، طيب فهمتني غلط. طيب وضح لنا. انا لماذا اثرت المشكله الاقتصاديه الاجتماعيه؟ نحن متفقون على ضروره التغيير السياسي، ولكن لماذا اثرت القضيه الاقتصاديه الاجتماعيه وقضيه الناهبين والمنهوبين؟ اثرتها لان هنالك من يحاول تشويه وعي الشعب السوري وقسمه شكليا بين هؤلاء وهؤلاء، في حين ان الشعب السوري فعليا يسب اليوم على الجهتين ومتضرر من الجهتين. هذا ما أثيره بشكل فعلي وهذا ما أركز عليه خروجا عن السائد. فعلا نحن لا نتكلم الكلام السائد، لأن الكلام السائد هو كلام إما يخدم النظام أو يخدم الحكومات الأخرى الدول الأخرى، ولكن لا يخدم الشعب السوري. الشعب السوري مصلحته فعليا هي في حل سياسي يؤدي إلى تغيير شامل اقتصادي اجتماعي وسياسي وديمقراطي وبكل الاتجاهات. قول أي قول آخر مختلف عن ذلك، لأنه يمكن بالمناسبة أن نحدث تغيير سياسي شكلي دون أن نحدث تغيير اقتصادي اجتماعي. يمكن أن نغير طرابيس ونغير شيئا ما شكلا ما من أشكال توزيع السلطات والصلاحيات دون أن نغير وضع الناس المعيشي ووضع النهب يعني الموجود في البلد. أنا أعتقد أن أعتقد أنه فكرتك اجتماعي حقيقي لا يمكن أن يحصل دون تغيير سياسي جذري وكامل. طيب الآن جيد، يعني وضحت فكرة بآخر جملة أنه التغيير الاجتماعي والاقتصادي يحدث من خلال تغيير سياسي، يعني وضحت ما قلته سابقا. عندك رقم أستاذ رياض. ولكن التغيير الاقتصادي والتغيير السياسي وحده ليس ضمانة كافية للتغيير الاقتصادي. طيب جيد، خلينا نستمع أستاذ رياض. فقط أريد أن أعقب الأستاذ مهند عندما بدأ بالحلقة ولما قلنا أنه المسارات الأربعة أو السلال الأربعة، قال خلينا نبدأ بحل صغير ثم step by step. step by step.
الآن عندما وصلنا إلى موضوع تغيير النظام والمنظومة السياسية في الدولة السورية وتحدثنا عن دكتاتورية، هنا أتى الحديث شامل وجذري وكامل ومتكامل، بنية اقتصادية واجتماعية ونغير القوانين الاقتصادية ونغير القوانين الاجتماعية لحتى نوصل لتغيير النظام. بهذه الحالة يكون تغيير كامل وشامل، أما بالمسارات الأربعة لا، معلش خلينا نبلش خطوة بخطوة. فأعتقد هناك نوع من التناقض بالحديث من الأول إلى الآن. طيب أستاذ رياض، أنا يعني بأخذ منك يعني جواب سريع بآخر الحلقة. الشكل اللجنة الحالية وآلية العمل اللي التهنا غير واضحة، يعني شو بتعطيك مؤشرات على عمل هذه اللجنة فيما لو التأمت واجتمعت؟ أولا نرغب أن تكون هذه اللجنة هي بداية لحل المشكلة السورية أو الصراع السوري والانتقال كما قلنا إلى السلام الدائم. لكن طريقة البحث منذ 4 أشهر أو منذ 6 أشهر بموضوع اللجنة الدستورية وأن يرسل النظام 50 اسم، مع أن سيدي مستورة قال 50 الكل ثلث بثلث بثلث، 50 اسم، كي يقول هناك بعدها جدل حول هذا 50، كيف ننقص العدد كيف نزيد العدد، وأكثر من 3/4 هذه الأسماء هم أسماء من حزب البعث الذي ظل رغم إلغاء المادة 8 هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، بدليل أن مكاتبه وموظفي أو أعضاء حزب البعث إلى الآن يتقاضون رواتب من الدولة السورية. وبالتالي وصرح أيضا أسامة سوسان على ما أعتقد الاسم إذا لم أكن مخطئا، معاون وزير الخارجية السوري، بشهر شباط أنه أي لجنة ستشكل يجب أن تكون شكلا وعضوية ورئاسة، إذا لم تكن من قبل الحكومة السورية لن نعترف بها. والآن اضطروا بعد أن تم استدعاء بشار الأسد إلى روسيا، اضطر على الموافقة على إرسال هذه الأسماء إلى. بالتالي أنت يعني غير متفائل. متخوف، ولكن آمل أن لا يكون تخوف في محلي. دكتور حمزة، لو أخذت منك أيضا جواب سريع في نهاية الحلقة، هل تعتقد أنه روسيا جادة في أن تحل الأزمة أو المشكلة اللي في سوريا بعد هاي 7 سنوات يعني من الثورة، الآن من خلال البداية بدستور يتفق عليه المجتمعون في هذه اللجنة؟ هو الحقيقة الروس شاعرين بالتورط وبالطريق المسدود اللي وصلوا له في سوريا، وهم يبحثون عن بدائل حقيقية، لأن المشكلة الكبرى بالنسبة للروس هي ليست الدستور بالمناسبة، هي إعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا، ومن سيمول هذا الإعمار؟ الخليج يرفض وأوروبا ترفض، والروس ليس لديهم أموال ولا إيران، إذن هم مضطرين للتماشي مع المجتمع الدولي لكي يبدأوا عملية الإعمار، وبالتالي لكسب أرباح وثروات، يعني جني ثمار التدخل العسكري في سوريا. هذا الشغل الشاغل للروس الآن. أما اللجنة الدستورية وكل هذا الكلام، هذا يعني عبارة عن خطوات جزئية لتهدئة الأوضاع ولإقناع العالم بأنه نحن نريد حل سياسي. دكتور محمود الحمزة، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وأيضا الشكر موصول إلى الأستاذ رياض العلي، والشكر الجزيل للسيد مهند ليقان على تلبيته لدعوتنا من بيروت. أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا لوجودكم معنا، إلى اللقاء.